الهيئة الدولية لدعم فلسطين تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينجح في التشكيك في دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية. 13 دولة تطالب إسرائيل بعدم شن هجوم واسع النطاق في رفح الفلسطينية. والأمم المتحدة تحذر من خطورة نقص التمويل اللازم لدعم السودان وتحذر من العنف في الفاشر. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت كرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتتواصل معه كافة المساعي الدولية لوقف نزيف الشعب الفلسطيني الأعزل. فمن جديد تمثل إسرائيل أمام العدل الدولي في محاولة للتنصل من جرائمها التي ارتكبتها ضد الإنسانية، وسط انتقادات داخلية وخارجية واتهامات بالجملة بتزييف الحقائق. أكدت الهيئة الدولية لدعم فلسطين أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في التشكيك ونسف دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. أوضحت الهيئة أن مرافعة جنوب إفريقيا مستندة إلى صحيح القانون وإلى عدد من الوقائع والإثباتات التي تثبت الركن المادي بتصريحات للمسؤولين الإسرائيليين العلنية، فضلا عن ضرب إسرائيل لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط. هذا وقد دافعت إسرائيل عن هجومها في رفح الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية زاعمة أنها تتصرف دفاعا عن النفس. وأبلغ كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام، أبلغ محكمة العدل الدولية بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي مأساوية لكن لا تصنف إبادة جماعية على حد زعمه. وطلب جلعاد من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. هذا وتواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة. وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الاستماع، أكد وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة، مشددا على أن هناك دلائل واضحة تثبت ارتكابها جريمة إبادة جماعية برعاية قادتها. وفي هذا الإطار استعرض مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي الأكاذيب التي تناولها وفد الدفاع الإسرائيلي في جلسة الاستماع ومحاولته لتزييف الحقائق. ما سمعناه اليوم بشأن العرض الذي قدمته إسرائيل يعكس عددا من الوقائع المتناقضة في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية وأعداد العاملين الأمميين والصحفيين الذين فقدوا حياتهم. إسرائيل ترغب في أن لا نرى الحقيقة كاملة، بما في ذلك حجم تأثر المساعدات الإنسانية، وهذا يتناقض مع ما قدمته الجهات الدولية التي تعمل على أرض الواقع. إسرائيل حاولت اليوم تقديم حقيقة موازية لما يحدث في الواقع، وقد تم فضح كل ذلك وفقا لما أفادت به الجهات والمنظمات الدولية في هذا الشأن. هناك هجوم على القوافل الإنسانية، وقد تابعنا ذلك من خلال الجهات الدولية المتابعة للأوضاع في غزة وكذلك أوضاع الصحفيين. رأينا أيضا المستوطنين في الضفة الغربية وهم يدمرون القوافل الإنسانية تحت أعين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي.
إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. نجحت القمة العربية بالمنامة في حشد الجهود العربية لصياغة موقف موحد ينتصر للإنسانية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العدالة لا تتجزأ، مشددا على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا ودعا إعلان البحرين إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة وذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في حضرة قضية العرب الأولى دارت مناقشات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 في البحرين، ومن أجلها خرج إعلان البحرين عنوانه القضية الفلسطينية، وانبثق عنه بيان آخر بشأن تطورات الأوضاع في غزة، بيان بعث به القادة العرب رسالة للمجتمع الدولي بأسره بأنه لا صوت يعلو فوق صوت حق الفلسطينيين في الحياة، أطلق نداء للداخل العربي ذاته بأنه لا نجاة مع ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات سوى بالوحدة العربية. من هذا المنطلق جاءت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة معاتبا الضمير الإنساني العالمي بالتأكيد على أن العدالة لا تتجزأ، ومشددا على أن التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين، مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه. الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جانبه طالب مجلس الأمن بأن يتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على غزة وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية وكذلك منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني. أولويتنا الأولى هي الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، لأن كل يوم يمر في حوارات عقيمة يعني خسارة 100 شهيد يوميا وأكثر منهم جرحى في قطاعنا العزيز. من هنا جاء إعلان البحرين الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع، كما اقترح الإعلان نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء. وفي بيانهم الخاص بتطورات الأوضاع في غزة أدان القادة العرب امتداد العمليات الإسرائيلية لمدينة رفح الفلسطينية وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستجابة لمبادرة البحرين تبنت القمة دعوة لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة يجمع الأطراف المؤيدة لحل الدولتين. هكذا جاءت القمة العربية بالمنام.
عامة متشحة بالعلم الفلسطيني، كاشفة لعنصرية المجتمع الدولي ووجهه القبيح المتشدق بحقوق الإنسان ليل نهار. تلك العنصرية التي أبرزت أن للقانون الدولي استثناءات تسمح بانتهاكه، وأن لأرواح المدنيين ذرائع مشروعة لإزهاقها بدم بارد رغم نصوص حمايتهم في أوقات الحروب. وللمزيد مشاهدينا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. دكتور طارق بعد التحية، كيف قرأت ما جاء في قمة البحرين وما صدر عنها من مخرجات تمحورت حول القضية الفلسطينية، أيضا العدوان على قطاع غزة تزامنا أيضا مع مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟ جميل، يعني كل هذه المفردات مع صورة الورود والظهور عندما تلقى على القيادات والزعمات في هذه القمة تظهر أنه يعني هذه قمة تصفير الأزمات، قمة السلام، قمة ضد شريعة الغاب وضد التنصل من الالتزامات الدولية، قمة السعي نحو صناعة الحياة. يعني هذه قمة نجد فيها ذلك الشكل الحضاري، وكيف أن القيادات العربية تمد أيديها بالسلام وتبغي الاستقرار وتريد الوقف الفوري لهذه الحرب وحل الدولتين، وتدعو لنشر قوات أممية ريثما يتحقق هذا الحل الدائم، نشر قوات أممية في فلسطين، لأن الإسرائيلي يعني الإسرائيليون يقتلون في غزة بسرعة ويقتلون في الضفة الغربية على مهل. أتصور أن العرب يريدون ذلك التعايش، السلام، الاستقرار، هم صناع الحياة والأمل والنماء. و يعني كما قال، جاء على لسان أنطونيو غوتيريش، قال إن هذا جرح مفتوح قد يسبب عدوى في جسد المنطقة. نعم، في هذا الصدد كان دكتور يعرضون السلم والأمن الإقليميين بل هذا العالميين للانهيار. هذا ديدنهم يعني دكتور طارق. السؤال هنا، ما هي أوراق الضغط العربية الذي قد يعني يتم استخدامها في مرحلة لاحقة قد نجمت مثلا عن هذه القمة العربية؟ أوراق الضغط كثيرة تتمثل في يعني هذه القوة البشرية، الأوراق الاقتصادية، تلك الملاءة المالية. إذن العرب لهم ذلك الرصيد الضخم الاستراتيجي والعسكري في دول قوية بعينها، وأوراق اقتصادية، وحرص العالم كله على أن يكتسب هذه المنطقة في حرب الدائرة ما بين أوكرانيا وما بين روسيا. وأتصور أنه كلمة الرئيس السيسي كانت فارقة وقوية، وكانت يعني فيها تلك الرسائل المتمسكة. يعني الكلمة كانت فرقانا ما بين الحق والباطل، ما بين كما أوضح، ما بين طريق السلام وطريق الخراب، وعلى المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته. وأتصور أنهم يعني هذه المراوغات وذلك التراجع لن تجدي ولن تأتي إلا بالخراب. كلمة السيد الرئيس أكدت أنه لم يسمح بتصفية القضية والتهجير. وهناك هناك مشهد مهم، مشهد توافد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المصرية السابقة، أكدت أن الشعب والمؤسسات الكل يثق في قيادته السياسية ثقة لا حدود لها، ويفوضها دستوريا قانونيا شعبيا، وأن لها كل السلطات الكاملة في اتخاذ ما يلزم لحفظ البلاد وأمن هذا الشعب متى شاءت وكيف شاءت وأينما شاءت وفق تقديراتها ومواءماتها. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، شكرا. دعت 13 دولة غربية، العديد منها من البلدان الداعمة تقليديا لإسرائيل، دعوا إلى عدم شن هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية. جاء ذلك في رسالة بعثها وزراء خارجية هذه الدول إلى نظيرهم الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كما حثت تلك الدول الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر جميع نقاط العبور ذات الصلة. والدول الموقعة على الرسالة هي أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان وكذلك نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا، كذلك إيطاليا وهولندا والسويد.
أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الحمولة الأولى من المساعدات الإنسانية المخصصة لغزة عبر الرصيف البحري العائم والذي أقامته واشنطن قبالة غزة تم تفريغها، بدأت الشاحنات بنقلها نحو القطاع الفلسطيني المحاصر. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ينزل أي من الجنود الأمريكيين إلى شاطئ غزة، مضيفة أن هذه جهود مستمرة ومتعددة الجنسيات لتوصيل مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ميناء بحري مؤقت طبيعته بالكامل إنسانية، وتشمل المساعدات مواد إغاثية تبرعت بها عدد من الدول ومنظمات إنسانية. أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سانغ أن واشنطن لا تدعم أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بدون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترى حتى الآن أي خطة. وقالت سانغ أن بلادها لا تزال توفر لإسرائيل ما تحتاجه من مساعدات لم يتم إيقاف شاحنات الأسلحة وشحناتها سوى شحنة واحدة فقط، لافتة إلى أن واشنطن ترغب في أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين. يأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أكد أن مدريد لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في مبانيها، ذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد. وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن سفينة كانت أول سفينة يتم منعها من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 من أكتوبر، لأن إسبانيا لا تريد المساهمة في الحرب. Sobre las líneas políticas ya acordadas en el 12 de abril que como saben أظهر وأكدت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 35,303 من الشهداء منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأشارت السلطات الصحية إلى أنه تم إحصاء 31 شاهدا في الأقل خلال 24 ساعة، لافتة إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79,261 وذلك منذ أكثر من 7 أشهر. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. تأتي حدة الصراع وسط توصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق نار. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، ربما كما نرى على يمين الطريق ويساره نرى المساعدات الإغاثية المختلفة من يعني أدوية ومستلزمات طبية وغيرها من المواد الإعاشية في انتظار الدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصرية. بالطبع بوابة معبر رفح المصرية مفتوحة منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، تدخل من خلالها هذه المساعدات أو عن طريق معبر كرم أبو سالم، ولكن منذ احتلال
قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، وهي تمنع دخول هذه المساعدات من الجانب الفلسطيني ومن معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرب أبو سالم، مما يؤجج يعني يصعد الكارثة الإنسانية التي تحدث مع الأشقاء في قطاع غزة. هذه الشاحنات التي تقف ليست فقط على يمين الطريق ويساره في العريش ورفح، ولكن أيضا في المخازن اللوجستية في مدينة العريش، وأيضا المنطقة اللوجستية في رفح أمام بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن أكثر من 2000 شاحنة، نتحدث عن مئات الشاحنات الأخريات متوقفات في انتظار دخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. الأونروا تحدثت عن نزوح أكثر من 600,000، ما يقرب من 630,000 مواطن فلسطيني إلى الأماكن المختلفة من مدينة رفح الفلسطينية. كانت قوات الاحتلال قد وجهت بنزوح الفلسطينيين إلى أماكن آمنة، ولكنها ما زالت تستعد لي أو ما زالت تستمر في القصف المستمر على هذه الأماكن الآمنة وبشكل عام في قطاع غزة، مما يؤدي لارتفاع حصيلة الشهداء بشكل كبير إلى أكثر من 35,000 شهيد حتى الآن، بجانب ما يقرب من 90,000 مصاب من الأشقاء في قطاع غزة. أيضا مجهودات الدبلوماسية المصرية لا تتوقف في جميع الأصعدة في محاولة الوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار. هذه نقطة أخرى. أيضا التصعيدات المصرية بمشاركة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في قطاع غزة، وتحديدا منذ دخول يعني مدينة رفح الفلسطينية، وهو أيضا يعني ما يؤكد يعني كذب الاحتلال دائما بأنه لن يكون هناك عملية برية في رفح، ولكن هذا ما يحدث على أرض الواقع، بالإضافة لتحركات دبلوماسية أخرى من جانب السلطة الفلسطينية والتي يعني قررت أن تذهب إلى يعني الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم في محاولة منها لوقف الدولة الإسرائيلية من المشاركة في المباريات الدولية، نظرا أيضا لاتهامها بارتكاب الإبادة الجماعية بحق الأشقاء في فلسطين. ولكن هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة النجارية الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة، وتبعد البلدتان نحو 30 كيلومترا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل. هذا وقد أشارت الوكالة إلى أن حزب الله كثف وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية بصواريخ ومسيرات أطلقت صاروخين على موقع في شمال إسرائيل قبل انفجارها، مما أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح. وتشهد جبهة الجنوب تصعيدا منذ الأربعاء مع تكثيف حزب الله وتيرة هجماته على إسرائيل، وذلك بعد قصف إسرائيلي طال مواقع تابعة له في شرق لبنان. أعلنت قوات الحوثي إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 مساء أمس فوق محافظة مأرب جنوب شرق اليمن. وأوضحت قوات الحوثي أنها استهدفت المسيرة الأمريكية بصاروخ سطح جو محلي الصومعة. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بالفزع من تصاعد العنف قرب مدينة الفاشر السودانية. وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات هذا الأسبوع مع قائدين من طرفي الصراع، محذرا من كارثة إنسانية إذا تمت مهاجمة المدينة، مشيرا إلى أن القتال في الفاشر سيكون له الأثر الكارثي على المدنيين، كما سيؤدي إلى تفاقم الوضع. أطلقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بسبب تدهور الأوضاع في السودان ونقص التمويل، وهو الأمر الذي يهدد بحياة المواطنين هناك. ووجه الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لايركا وجه نداء عاجلا من أجل زيادة حجم المساعدات للسودان، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية تواجه نقصا كارثيا في التمويل. وكشف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لم تتلقى سوى 12% فقط من حجم المساعدات المطلوبة لدعم السودان والمقدرة ب 2.7 مليار دولار. أخبار السادسة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الأوكراني وقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.
أظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلنسكي وقع قانونا يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش. وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه تم التوقيع أيضا على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية. أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت أن أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة بعيدة المدى، وذلك للتصدي للتوغل الروسي في منطقة خاركيف الشمالية، إذ لا يزال الوضع مأساويا للغاية حسب وصفها، وذلك في ثاني أكبر مدينة في البلاد. وتقدمت القوات الروسية عدة كيلومترات على الأقل في المنطقة الأيام القليلة الماضية، مما أجبر القوات الأوكرانية إلى أنها تواجه نقصا في عدد الجنود على الدفاع عن الجبهة الجديدة، فيما تكثف موسكو ضغوطها على الجبهة في الشرق. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوزيع أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لسكان مناطق متنوعة بالقاهرة، وذلك ضمن مبادرة فرح قلبي والتي أطلقتها المؤسسة. يأتي هذا في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية. في إطار مبادرة فرح قلبي والتي أطلقتها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت المؤسسة بتوزيع أجهزة عرائس وأثاث منزلي على المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك بمقر المؤسسة في محافظة القاهرة. احنا النهاردة عندنا 68 أسرة بيتم تسليمهم النهاردة الأجهزة الكهربائية، مطابخ، مراتب، سراير، أجهزة عرائس. وبصراحة الحدث ده بيتكرر عندنا مرتين في الشهر على مستوى القاهرة، بيتكرر مرتين في الشهر على مستوى الصعيد. احنا من ضمن المهام الرئيسية عندنا في الخدمة ان بنقدم الاحتياجات الإنسانية لأساس المنزل، لان بنعتبر ان من العيب علينا احنا كإنسانية ان يبقى في واحد عايز يشرب كوباية ماء ساعة ومش عارف. أعضاء المؤسسة قاموا بعمل مسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجا لتحديد الأسر قبل تقديم الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها. احنا عندنا على البيج بتاع الصفحة موجود حاليا خط الإغاثة، ده بيتواصل مع كل ذو احتياج ايا كان نوع احتياجه ايه، بيتواصل معنا وبيحولوا لنا الحالات، وبنبتدي احنا نعمل متابعة مع الحالات وننزلهم زيارات ميدانية براس الاتصالات التانية الخاصة بسيادة المستشار أو بأحد القادة، بتتحول لنا برضو عن طريق خط الإغاثة. بنشوف كل واحدة حسب ما هي محتاجة، في ناس تبقى محتاجة تلاجة غسالة، في ناس بتاخد بالأعداد عشان حسب ما هم محتاجين. تمام، احنا الأول بنقعد معاهم بنشوف هم محتاجين ايه، تمام، وبعد كده بنعلق الأسامي على كل واحدة كانت محتاجة تلاجة أو غسالة أو كده، وبعد كده هما بيجوا ياخدوهم. وكتر خيرهم بامانه، انا حاسه ان انا سعيده خالص، من 10 سنين كنت محتاجه الحاجه دي وجات لي غساله وثلاجه ومرتبه وسرير. عمل مستمر في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لخدمه الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا بكل محافظات الجمهوريه. جيرمين ابراهيم، التلفزيون المصري. جهود متواصلة تبذلها الدولة من أجل الوصول بالخدمات كافة للمواطن الأكثر احتياجا، وذلك بجميع المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني. يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك رئيسي للدولة المصرية، وذلك للوصول بتلك الخدمات لكافة المحتاجين على طول البلاد وعرضها، خصوصا مبادرة الخدمات الاجتماعية والصحية كمبادرة يوم في حب مصر. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية مبادرة يوم في حب مصر لعمل وتنفيذ عمليات قوائم الانتظار المؤجلة بمحافظة البحيرة.
النهارده مبادره انهاء قوام الانتظار تحت رعايه التحالف الوطني من خلال مؤسسه الكاتب وبالتعاون مع اطباء المعهد الطبي القومي بدمنهور. النهارده يعني حوالي اكثر من 150 حاله ان شاء الله باذن الله سيتم اجراء عمليات جراحيه لهم. كانوا على قوائم الانتظار وكان بقالهم فتره متاخرين، وعلى المدار الاسابيع القادمه هيتم الانتهاء من بقيه الحالات. اليوم ممثل في اقسام المسالك والمخ والاعصاب والعظام والجراحه العامه والعيون والأنف والأذن، وكمان انضم معانا الزملاء اللي بيعملوا عزم المخ وتخطيط الأعصاب متطوعين في يوم زي ده ان احنا ننجز يعني العدد الأكبر من القوائم بإذن الله. النهاردة بننهي حوالي أكثر من 150 حالة عمليات من قوائم الانتظار، ودي مش أول يوم نعمله في المعهد ده، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لازم ننهي قوام الانتظار في اسرع وقت ممكن. انا بعشق العمل التطوعي، العمل التطوعي ده فعلا خدمه انسانيه كبيره، يعني انا بحب جدا نقدم لهم ورد والتبسم في وجه اخي قصدر. كان عندي حسوة على الكلى، كانت رده ميه على الكلى وكان لازم نعملها ضروري، فلما التحالف الوطني عرف بحالتي بقى اتصلوا عليا وجم حطوني على الطوارئ، وجيت عملت العمليه النهارده الحمد لله. انا كنت تعبان وعندي حصوه في الحالب وتضخم في البروستاتا، وجيت على هنا عملت الايه عملت العمليه البارح ومية مية، وهنطلع النهارده نروحه. كانت عندي الميه مسدوده وطلعت على الكلى، فربنا يسر الحال، جيت من اسكندريه جيت هنا عند الدكتور حافظ ربنا يبارك فيه راجل محترم، دخلنا عمليات وشل الحسو ويركب لي دعامات، وشكر السيد الرئيس. بشكر السيد الرئيس والتحالف الوطني ومؤسسة نبيل الكاتب. تنفيذ عمليات قوائم الانتظار هو جزء من نشاطات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التي يسعى من خلالها إلى رفع المستوى الصحي للمواطن المصري في كل محافظات مصر. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبشرف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. أعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية، يتم الوصول إليها بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، والتي تضم الفئة المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام.
اطلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا عن جهود مبادرة سند الخير على مدار 100 أسبوع. ذكر التقرير أن إجمالي مبيعات المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 426 مليون جنيه. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من أثار التضخم على المواطنين وللتخفيف عن كاهل الأسر المصرية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لها، وذلك بأسعار مخفضة. أعلنت الوكالة الدولية لبحوث السرطان انضمام مصر إلى عضويتها رسميا خلال أعمال الدورة الحالية رقم 66 لمجلس الإدارة، تتويجا لجهود الدولة في تعزيز أبحاث السرطان وجهود الوقاية منه، وذلك خلال السنوات الماضية. تم رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة بمدينة ليون الفرنسية. وقد أعلنت وزارة الصحة فوز رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة الدكتور هشام الغزالي بعضوية المجلس العلمي للوكالة الدولية لبحوث السرطان. جاء ذلك بالانتخاب خلال انعقاد مجلس إدارة الوكالة بمقرها في مدينة ليون الفرنسية. ويعمل الدكتور الغزالي أستاذا لطب الأورام ومديرا لمركز الأبحاث بجامعة عين شمس، ومشاركا رئيسيا في المبادرة العالمية للقضاء على سرطان الثدي والتابعة لمنظمة الصحة العالمية. أعلن الموقع الرسمي للتصنيف الدولي للجامعات ظهور 20 جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة، وذلك على مستوى العالم في العام 2024. تصدرت جامعة القاهرة المركز الأول محليا وفقا لنتائج التصنيف، لتأتي ضمن أفضل 513 جامعة عالمية. تلتها جامعة عين شمس في المركز الثاني ضمن أفضل 769 على مستوى العالم، ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث من بين أفضل 873 عالميا. حصل فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي التابع لمحافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023. ويعتبر مركز المعلومات بالمحافظة من المراكز التي تشهد تميزا وحضورا نتيجة الجهود المثمرة للارتقاء بفكر تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر. ضمن منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقا لرؤية مصر 2030، حصل فريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي التابع لمحافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في محور أفضل المحافظات في توطين النظم ونقل التكنولوجيا لعام 2023. المركز مكون من طابقين على مساحة 940 متر مربع. المركز بيتكون من 6 إدارات فيها جميع التخصصات اللي بتخدم على مجال نظم المعلومات. في عميل عندنا عايز يعمل ويب سايت او يعمل ويب ابلكيشن، بيجي عندنا ونقعد معاه ونتكلم معاه ونشوف متطلباته ايه واحنا بنعملها له. بنصمم ببرنامج الالستريتور والفوتوشوب تصميمات وصور وانفوجراف خاصه بالبرامج اللي بتنتجها التحول الرقمي والصور واللوجوهات الخاصة بالمركز. يعتبر مركز المعلومات بالمحافظة من المراكز التي تشهد تميزا وحضورا نتيجة الجهود المثمرة للدولة للارتقاء بفكر تطبيق منظومة التحول الرقمي ونقل التكنولوجيا المتقدمة، والتي تصعد بمصر لمصاف الدول المتقدمة في نظم المعلومات. هنا فندم غرفة الداتا سنتر تحتوي على جزئين، الجزء الأولاني خاص بالبنية التحتية للشبكات، أولا منظومة الأمن المعلومات اللي هي في الفايروول، وبعدها بنقسم لمجموعة من السيرفرات اللي هي بتحمل المنظومات الرقمية الموجودة عندنا في الدول. قسم الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني، في القسم ده احنا بنجمع المعلومات من كل الجهات والشركات والمديريات، بنعمل حاجه اسمها الدليل الاحصائي، الدليل الاحصائي الموحد، خطه التعبئه العامه. عملنا كذا ابلكيشن، منهم مثلا ابلكيشن عين المواطن، منهم التسوق السري، منهم سنوسول، ويمكن الابلكيشنز دي لو اتكلمت عنها هحكي كتير جدا لان كل واحد فيه قصه، بس اكتر ابلكيشن بحب اتكلم عليه غالبا بيكون عين المواطن لان هو بيتعامل مع المواطن بشكل كبير. مهمه الجرافيك ان احنا بنساعد اللي هو قسم المطورين النظم والتطبيقات ان احنا بنشتغل في اللوجوهات، كفرات،
لوجوهات، كل ما يخص أي مطبوعة بتصدر هنا من التحول الرقمي إحنا بنحولها لجزء فني. وتزخر محافظة أسوان بوجود 11 مركزا تكنولوجيا تابعين للمحافظة يقدمون حوالي 82 خدمة مميكنة وحوالي 40 تطبيقا في العديد من المجالات والخدمات بالقطاعات المتنوعة والمتعلقة بخدمة المواطنين على مدار الساعة. استقبلت محافظة مطروح أولى رحلات طيران الشارتر السياحية والقادمة من دولة تشيك لموسم 2024 في مطار مرسى مطروح الدولي. وأعربت محافظة مطروح عن سعادتها بأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحي كبير، مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية وأيضا تجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التي تستقبل الأفواج السياحية. مع بداية موسم الصيف السياحي استقبلت محافظة مطروح أولى رحلات طيران الشارتر السياحي قادمة من دولة تشيك لموسم 2024 وذلك بمطار مرسى مطروح الدولي. واستقبلت مطروح أولى الرحلات الجوية السياحية مع توزيع الشوكولاتة والمواد الدعائية باللغات الأجنبية والترحيب بالزائرين من خلال طلاب إحدى المدارس مع ارتدائهم الزي البدوي. وقامت فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة باستعراض عدد من أغاني الترحيب، كما قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالزائرين والسائحين وتوزيع الورود والشوكولاتة وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح. كما قام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بإهداء الكتب الدعائية والدليل السياحي والتنسيق مع الفنادق والشركات السياحية المستضيفة من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة. وأعربت محافظة مطروح عن سعادتها بأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحي كبير، مع المتابعة المستمرة والجاهزية وتجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التي تستقبل الأفواج السياحية. ومن المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية. والآن مع آخر أخبار المال والأعمال. النافذة الاقتصادية تنضم إلينا فيها فاطمة خليل. إليك يا فاطمة. شكرا رجاء رمزي، شكرا نهيب حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلنت الحكومة فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، موضحة أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفعالية المهمة يرجع إلى الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك، لا سيما وأن مصر كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم. هذا ونجحت الحكومة في السنوات العشرة الأخيرة في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لأكثر من 12 مليار يورو، مثلت دعما هائلا للاقتصاد المصري ودافعا قويا لمنظومة القطاع الخاص. نجحت 40 شركة ناشئة في مركزي إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة في جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار خلال العامين الماضيين، كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات. هذا وقد شارك وزير الاتصالات عمرو طلعت في افتتاح فعاليات النسخة 11 من قمة رايز أب المنعقدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الفترة من 16 إلى 18 من مايو المتحف المصري الكبير، بمشاركة أكثر من 250 متحدثا وأكثر من 150 شركة ناشئة.
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين يومي الأحد والاثنين المقبلين. المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات ودراسة المستجدات والبحث عن آليات صنع السياسات الاقتصادية في وقت تزداد فيه المشكلات والتحديات الإقليمية والعالمية المتمثلة في الصراعات السياسية والتغيرات المناخية وضعف سلاسل الإمداد العالمية وأزمات الطاقة. انطلق التشغيل التجريبي لخدمة التاكسي الذكي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل. شهدت الخدمة إطلاقا ناجحا للمنظومة التي تعتمد على السيارات الكهربائية في التشغيل، وكذلك إطلاق تطبيق ذكي لحجز الخدمة. انطلاقا من استراتيجية الدولة نحو تحول الاستخدام الطاقة النظيفة وتعميمها في وسائل النقل المختلفة وتقديم خدمة تنافسية لصالح المواطن، دشنت وزارة النقل بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية خدمة التاكسي الذكي الجديدة. تلك الخدمة التي تعتمد على سيارات كهربائية صديقة للبيئة بشكل كامل، وتحتوي على كافة عوامل الأمان سواء فيما يخص الرحلة أو تلك التي ترتبط بالعوامل الفنية للسيارة. عندنا حوالي 150 سيارة جاهزين للتشغيل، هنبتدي في الشهر الأولاني للتشغيل التجريبي. السيارات مجهزة بكل وسائل الأمان فيها ومتصلة اتصال مباشر مع غرفة التحكم، فيها الكاميرا عشان تراقب كل اللي بيحصل في السيارة لتأمين الراكب، فيها وسيلة الدفع الإلكتروني، فكل ما هو حديث. يأتي تدشين منظومة التاكسي الذكي في إطار تعميم منظومة النقل الأخضر باعتباره الوسيلة رقم 2 بعد قطار العاصمة. ويحتوي التاكسي الجديد على مستويات أمان مثل مراقبة داخل وخارج السيارة بالكاميرات، وأن السيارات الكهربائية صديقة للبيئة ويقوم بقيادتها سائقون مدربون. دبرنا 145 عربية، ابتدينا نشغل فيهم المرحلة الأولى 10 سيارات في العاصمة الإدارية. العشر سيارات دولت مؤمنين بالكامل، فيها كاميرا داخلية للتأمين ولمراقبة سلوك من يكون داخل العربية سواء سائق أو راكب. إن شاء الله بنأمل أن كل الخدمات داخل هذه العاصمة الجديدة أن تكون صديقة للبيئة، بالإضافة لوجود جميع الإمكانيات سواء داخل الأوتوبيسات أو داخل التاكسيات من الإمكانيات اللي تريح الراكب. موجود الواي فاي، موجود اليو بي اس، موجود الشاشات الداخلية لعرض أي معلومات، موجود الشاشات الخارجية. كما تحتوي المنظومة على غرفة تحكم مركزي بشركة الاتحاد العربي وشركة العاصمة ووزارة النقل، حيث يمكن الحجز من خلال الخط الساخن أو عن طريق تطبيق ذكي تم إطلاقه اليوم يقبل الدفع نقدا أو ببطاقات الائتمان. العربيات دي owned by شركة من شركات وزارة النقل، شركة الاتحاد العربي وشركة أكتا، تمام؟ فالنهاردة الكابتن هو موظف في العربية دي، مش هو صاحب العربية وأنا كيوزر ضيف عنده في عربيته. فطبعا ده من الحاجات الفارقة جدا. طبعا عنصر الأمان والسيفتي، كل عربية زي ما حضرتك شايف فيها كاميرا من جوه، في كاميرا في كل عربية، جي بي اس تراكينج سيستم في كل عربية، كل حاجة تراكت في كنترول روم فوق في وزارة النقل، بنشوف منها العربيات أماكنها الناس اللي جواها. سيفتي وايز هي طبعا ملهاش مثيل في مصر كسيرفيس. احنا طبعا قدمنا، كانوا الابليكيشن يعني نزلينه وقدمنا عليه وتقابلنا يعني الحمد لله، و اتعمل التريننج في فوق واختبارات سواقه طبعا والكلام ده كله. التشغيل التجريبي للمنظومه انطلق اليوم ولمده شهر كبدايه للمنظومه في العاصمه الاداريه الجديده قبل تعميمها في مختلف ارجاء القاهره الكبرى. نجحت الحكومة في التشغيل الرسمي لبرنامج الشحن الموحد لجميع أنواع العدادات مسبقة الدفع لخدمة 3,500,000 مشترك. تعتبر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أول شركة توزيع تنفذ برنامج الشحن الموحد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع.
في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود. تراجعت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 0.8% لتبلغ نحو 83 دولار وثنتين للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% ليبلغ نحو 79 دولار و17 سنت للبرميل. كما قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.73% لتصل إلى دولارين و47 سنت للتر. صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.1% لتسجل نحو دولارين و57 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الإمارات هبط مؤشر بورصة دبي، بينما أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مستقرا وسط حالة من عدم اليقين تكتنف مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. هذا وتراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.4% مواصلا التراجع للجلسة الرابعة على التوالي بضغط جاء بالأساس من أسهم شركات العقارات والمرافق. سجل مؤشرا دبي وأبوظبي خسائر أسبوعية بنسبة 2.5% و5.5% على التوالي. كل التوفيق لممثل مصر في البطولة الأفريقية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في التشكيك في دعوى جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية. 13 دولة تطالب إسرائيل بعدم شن هجوم واسع النطاق في رفح الفلسطينية. الأمم المتحدة تحذر من خطورة نقص التمويل اللازم لدعم السودان وتحذر من العنف في الفاشر. نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة إلى الملتقى.